الانسولين، الانسولين كيصنعوا الجسم ديالنا في البنكرياس، وكيسمح هذا الانسولين هذا كيسمح للخلايا باش يستافدوا بالجلوكوز والماكله اللي دخلتي في الوجبه وكتحول الى طاقه، وكيدير واحد الترانسفير ديال الماكله في الدم للكبده والعضلات والانسجه الدهنيه. هذه زوينه، وفي حال نقص الانسولين في الدم كتزداد النسبه ديال السكر في الدم، مما كيؤدي الى انعكاسات وامراض السكري الاول. خلينا من الطب يمشي يرد علينا شي فايد، وخلينا مع كمال الاجسام. بعد ما تناولنا الوجبه ديالنا كتمتص ديك الماكله للدم مباشره، وكيزيد البنكرياس في افراز الانسولين اللي كيزيد من سرعه النقل دوك القيم الغذائيه من الدم الى العضله، ومن الدم الى الكبد، ومن الدم الى الانسجه الدهنيه، وبالتالي كتستنفع بالاكل والقيم الغذائيه. وهذه زوينه، راه ماشي ولا بد تاكل بنانه ولا سكوب ديال الجينر باش يدير لك هذه العمليه هذه. راه وجبه صحيه بكربوهيدرات معقده، بطاطا روز، شوفان، الذره، الحبوب، القطاني، غيترفع الانسولين ولكن بطريقه زوينه بطيئه سلسه، غتستافد من جميع القيم الغذائيه، وغيبقى داك الانسولين بواحد المستوى زوين واطول مده. وبهذه الطريقه كتخلي نسبه السكر ما كتفوتش الحد الاقصى ديالها في الدم ديالنا. ودخل الابحاث العلميه الاخيره وراك اصلا كتعيش على معلومات عفى عليها الزمن. وديك الوجبه الصحيه اللي كليتي الكاملة الغنية بالكارب والبروتين، وراه كتحول إلى جلوكوجين وكتخزن في الكبد باش تستعمل طاقة فيما بعد، وكتحول لأحماض أمينية وكترونسفير للعضلة، وكتحول إلى دهون وكتخزن في الأنسجة الدهنية باش تحول إلى طاقة فيما بعد وكتستعمل. أما داك الجينر اللي شربتي ولا الماس بودر اللي شربتي، فكيعلي لك الأنسولين في خطرة وبسرعة، وكيهبطوا بسرعه وكيخليك في نص الطريق وما كتستافد حتى شي لعبه. رمي عليك الكينر اخويا، الانسولين طلعوا غير بشويه عليه بكربوهيدرات معقده بطيئه الامتصاص باش تستنفع بجميع القيم الغذائيه وفي اطول مده ممكنه. لكن الى ضربتي واحد الحصه ديال التدريب شاقه وطويله دازت ديك الساعه و15 دقيقه، لا باس ملي كتسالي كتعوض ديك الطاقه وباش تعلي شويه الانسولين. بنانه ماشي جينر، وكتستنفع بديك القيم الغذائيه، واخا كينزل دغيا في الجسم وراه ملي غدوش غتمشي للدار وغتاكل واحد الوجبه صحيه بالروز والدجاج. وهذا الشيء في كمال الاجسام اللي عنده العلاقه بالميسكل بالعضله تكبر. اما دوك الرياضات اللي كيعتمدوا على لا كونديسيون فيزيك، راه الابحاث اللي دارت على الانسولين وقالت بان البنانه مباشره بعد التدريب ووسط التدريب دارت على هاد الرياضات هادو اللي كيعتمدوا على الطاقه بصفه خاصه. تفادى الكربوهيدرات وسط التدريب بنانه ولا جينر، راه لان المهمه ديالنا في التدريب هي خفض ولا حرق الجلوكوجين اللي عندنا في الدم، وخفض ما امكن الانسولين ورفع الجروث. ان الجروث مباشره بعد ما تدوز واحد 30 دقيقه في التدريب كيرتفع وكيبقى حتى 50 دقيقه حتى لساعه. اذا الجروث كيكون طالع، وانت كتضرب ديك البنانه باش تعلي الانسولين ديالك وكتحرم الجروث من العمل ديالو. راه الجروث هي اهم حاجه في كمال الاجسام. وملي كتسالي داك التدريب ديال 45 دقيقه، صبر واحد 20 دقيقه الى نص ساعه باش تخلي الجروث يكمل العمل ديالو. راه ملي غيهبط وخذ الكربوهيدرات وطلع الانسولين وطلع حتى الصواريخ الا بغيت. شري مصاصه انت كاع. وقت ثاني اللي ما خصناش نطلعوا فيه الصاروخ الجروث هو مباشره بعد الاستيقاظ، لان الجروث هنا كيكون طالع كذلك، وعنده واحد 20 دقيقه باش يسالي العمل ديالو. شرب احماض امينيه، جلوتامين او فيتامين او حتى الاوميغا 3 دهون، خليه يسالي ديك ال 20 دقيقه ديال العمل ديالو، وخذ وجبه غنيه بالكربوهيدرات والبروتين. ومالك زربان 20 دقيقه، غسل وجهك، دير المسائل ديالك، وجد الكتب ديالك، وجد المسائل ديال الخدمه ديالك، عاد تفطر. وقت ثالث
هو قبل النوم تفادى الكربوهيدرات اخويا، نهار كامل كل الكربوهيدرات كربوهيدرات كربوهيدرات، استغنى غير على واحد الوجبه ديال العشاء، لان الكربوهيدرات كيبقاو 3 السوايع 4 السوايع في الهضم، ما كتخليش الكروث باش يتحرر ويطلع في الجسم ديالك. عوض الكربوهيدرات بالدهون، راه اصلا الدهون هي مصدر للطاقه، ونخليو الانسولين هابط ونخليو الكروث طالع. وقت رابع اللي ما خصناش ماشي ما خصناش ناخذ فيه الكربوهيدرات، ما خصناش نعليو الانسولين بواحد القوه والسرعه بالبنانه ولا بالجينر، هو قبل التدريب، لانه كيطلع الانسولين وكيهبط، راه غيجيك النعاس في وسط التدريب. اعتمد على الكربوهيدرات المعقده البطيئه الامتصاص. والتذكير فقط، فان الانسولين كيترونسفير جميع القيم الغذائيه، وخصنا نتجنبوا ما امكن الدهون في هذه الفتره هذه ملي كيكون الانسولين طالع، وخاصه فتره التنشيف اللي خصنا نحفزوا الجسم ديالنا باش ياخذ ديك الدهون المخزنه، وما نزيدوش ليها الدهون بواحد الكميه كبيره. الدهون صحيه زوينه لفتره التنشيف، لكن غنتفاداو ديك الفتره فين كيكون الانسولين عالي. الخلاصه هو ان الانسولين مفيد، لكن خصك تعرف تتعامل معاه، والاوقات اللي خصك تهلا فيه، والاوقات اللي خصك تجنب باش تطلعو، حيت كاين الكروث وكاين الانسولين، بجوج هرمونات مهمين في الجسم ديالنا وكيتحكموا في العضلات ديالنا، وهما المهمين في العضلات ديالنا. ما كنقولكش ما تعليش الانسولين، الانسولين ضروري، النسبه ديال السكر ترفع ضروري في الدم ديالنا، وباش ترونسفيرا الماكله من الدم للعضله ديالنا بسهوله وبسرعه، لكن خصنا نطلعوه بواحد الطريقه بطيئه وسلسه واكبر مده ممكنه. شكرا اصدقاء الخانات، الى موضوع جديد. ما تنساوش الجيم والاشتراك، واي استفسار او موضوع مقترح في التعليق لتحت، وخلينا نطلعوا الانسولين بالفخاز. مية غرام ديال الفخيز فيه 1 غرام ديال السكر، راه ما غنطلعش به الانسولين، غيكون هاني. الفواكه اللي فيهم اقل كميه من السكر، عندك التوت، التوت البري، عندك الفراوله، الفخيز، وكيجي موراهم المشماش، وانت غادي كتطلع. يعني الفواكه المباحه في التنشيف، عندك الفخاز، عندك بلوبوري، التوت البري، ولا عندك التوت اللي ما كتعداش 1 غرام في 100 غرام، واحد غرام سكر في 100 غرام. بسلام عليكم.